إلى ما بعد عيد الفطر، لتشكل الأيام الفاصلة مساحة لاتصالات داخلية تجري ما وراء الكواليس وخارجية تترصد حركة اللقاءات في الخارج، ولا سيما في روسيا والسعودية. فلقاء النائب السابق وليد جنبلاط مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طوى صفحة التباين بين الجانبين، وأكد على الاهتمام السعودي بلبنان سياسيا واقتصاديا بحسب مصادر اشتراكية. وفي روسيا التي يتوجه إليها الرئيس المكلف سعد الحريري لحضور افتتاح المونديال، ترقب للقاء الحريري وبن سلمان على أن يعود الحريري إلى الرياض حيث سيمضي عطلة العيد. أما في بيروت فتم التجديد على التهدئة ومنع انتقال التداعيات الإقليمية إلى لبنان في اللقاء بين رئيس الكتائب النائب سامي الجميل والسفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد، وإلى أن يحين موعد الكلام الحكومي المباع وتتظهر نتائج الحراك الإقليمي الذي لابد وأن يشكل حيثية على المشهد الداخلي، تستمر السلطة السياسية في تخبطها في أزمتين تتعلقان بمرسوم التجنيس ومرسوم تعيين القناصل الفخريين في أداء ينتقص من صورة المؤسسات والدولة. وفي هذا السياق تم تجاوز أزمة مرسوم تعيين القناصل لعدم إشاعة التوتر بين بعبدة وعين التيني، في حين يبقى مرسوم التجنيس محور تشكيك بعدما بانت معطيات جديدة بشأنه تربط تجنيس المتمولين السوريين برغبة لدى طابخي المرسوم بإرساء شراكات تجارية تتيح لهم حجز مكان لهم في ورشة إعمار